مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وكل عيد أضحى وأنتم بخير. أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بكل خير. في أوائل شهر أكتوبر الجاري سقطت سيارة للأمن المركزي بسيناء أودت بحياة 21 مجندا مصريا كانوا يؤدون واجبهم الوطني تجاه مصر. نحن اليوم في ضيافة أحد أهالي هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في سيناء، وهو الشهيد مصطفى عزمي عبد العظيم، 21 سنة، من قرية بياض العرب بمنطقة شرق النيل بمحافظة بني سويف. في البداية نرحب بأهل الشهيد مصطفى ونشكرهم على حسن استقبالهم لنا وعلى قبولهم لنا أن نأتي إلى هنا ونجري معهم هذا الحوار لنتعرف على حياة الشهيد وكذلك أيضا عن ماذا جرى له بعد استشهاده وكيف جرت الأمور سواء من قبل المسؤولين أو من قبل الشعب المصري الذي ألمه ما حدث في سيناء. في البداية أرحب بأخو، أتعرف عليك الأول، محمد عزمي عبد العظيم، أخو الشهيد مصطفى عزمي عبد العظيم. الوالدة والدة مصطفى، ازيك يا حاجة عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. وحضرتك أخت مصطفى رحمة الله عليه. لو بدأنا من عند الحاجة الأول، يعني لو حبينا نعرف الناس بمصطفى، يعني نشأته وهو صغير كان شقي كان كويس، تعبك في تربيته ولا كان الأمور كويس؟ لا هو كان كويس، ما تعبنيش في تربيته ولا أي حاجة، وكان كويس الحمد لله. يعني كان ايه الحاجة اللي كان بيحب يعملها؟ كان بيحب اول لعب الكورة، كان عايز يطلع لعيب كبير، وهو فعلا كان بيلعب كويس بس الظروف ما حكمتش معاه. هو كان ترتيبه ايه بين اخواته يا حاج؟ هو اصغر واحد. هو حضرتك عندك كام ولد وكام بنت؟ اربع صبيان وبنت واحد. مصطفى الرابع اللي هو اصغر عيل. اصغر واحد فيه. دايما كان بيقولوا اخر واحد ده بيبقى اشقى واحد. هل ده كان منطبق على مصطفى ولا لا؟ لا هو كان كويس وكان متدلع، وابوه الله يرحمه كان بيحبه قوي. والده توفي امتى يا حاج؟ توفى سنة كام؟ ليه سبع سنين. سابه عنده 12 سنة. وكان متوصى عليه قبل ما يموت، بيقول مصطفى مصطفى. ربنا يرحمه رحمة واسعة، ويعني شهيد عند ربنا يا حاج. الحمد لله. لو سألتك انت الاخ الكبير لمصطفى، لو يعني احكي لنا شوية، عرفنا عن مصطفى اكتر. والله يا مصطفى كان يحب الكرة جدا ويحبها، يعني كان بعد وفاة والدي الله يرحمه، قبل وفاة كان بيقول لي انا عايز العب كرة يا محمد، عشان انا كان بيشوفني وانا بلعب كرة انا واخويا محمود، فحب الكرة مني، فحبيت اوديه مدرسة الكرة في الدسويف. فوديته هناك بتاع سنة أو سنتين وكان والدي لسه عايش، فبعد ما والدي توفى بدأ بقى يلعب في النادي بني سويف، كبير ولعب في النادي في أشبال بني سويف. أنت حسيت إن هو بيلعب كورة كويس؟ جميل جميل جميل، وكان يحب النادي الأهلي أوي، وكان يحب أبو تريكة واللعيبة بتاعت الأهلي أخص، عشان هو كان نفسه يلعب في النادي الأهلي، هو كان لعيب في بعض الأندية راحت له وهو كان صغير، زي امبي الحرس، اتصالات لما كانت لسه طالعه وكان عايزين ياخدوه، بس الله يرحمه بقى المدير النادي ما رفض عشان كان طالبين فلوس كتير، وهو كان هم كانوا تقريبا عايزين يعني مبلغ معين، فهو كان عايز بقى ايه، كان عايز مبلغ معين فرفض بقى. فطبعا بقى ايه، بدا ان هو يلعب في النادي فتره محدده قبل ما يروح الجيش بسنتين، فقال لي يا محمد انا عايز العب في مصر وبتاع، عشان ده انا كده هفضل في النادي، هفضل مدفون زي لعيبه كتير مدفونه، فحبيت وديته النادي اللي هو نادي النصر في مدينه نصر. في مدينه نصر ده اللي كان بيلعب فيه الخطيب، وكان فيه بيلعب لعيبه كبار زي في النادي الاهلي والنادي الزمالك والاسماعيلي، يعني بس بالنسبه له خطوه ان هو يطلع، خطوة إن هو يطلع على نادي كبير. فعلا انا رحت قدمت له مع الكابتن هناك، فالكابتن بصراحه شافه ونزل التقسيمه فشافه وقال لي لا انا عايزه، فطبعا قلت له المشكله ان هو في النادي دلوقتي، قال لي تعرف تجيب لي الاستغناء؟ قلت له احاول، ما عرفناش نجيب له الاستغناء لحد هو زعل حتى كمان، ان هو كان نفسه خلاص كان هيوصل اللي هو عايزه،
فقعد فتره كده بقى قال لك انا ما العبش في النادي لمده سنه او لحد انا ما اخش الجيش وبعد كده اطلع. يطلع من الجيش ممكن خلاص يستغنوا عنه ويطلعوا يلعب في حته. الله ينور عليك. فدخل الجيش فالحمد لله رب العالمين طلب كان طالب الشهاده فعلا. هنتكلم عن النقطه دي بس عايز اروح الاول لاخت استاذه نسرين. يعني كان علاقتك ازاي بمصطفى وهو قريب منك؟ يعني مصطفى ما كانش اخ ليا، كان ابني. انا اللي مربيه ساعه ما والدتي ووالدته ووالدته وكده، كانش يقول لي يا ماما، كانش يقول لي نسرين خالص. يعني فرق السن مش كبير قوي؟ لا يعني لا، فرق بيني ومصطفى انا الكبيره مش محمد، انا انت الكبيره. محمد بعدين. فرق بيني ومصطفى كتير يعني. بس هو انا كنت معتبراه يعني كان ابني ليا، كان تميل يجي يحكي لي، يجي لي مثلا يقول انا عارف ان انا هستشهد، انا حاسس ان انا هموت. الكلام ده قاله لك قبل الجيش ولا بعد الجيش؟ لا في الجيش. وهو جوه الجيش؟ هو جوه الجيش. من الحاجات الاحداث اللي بتحصل دي، ده قبل ما يروح يعني. هو الجيش بتاعه كان في سينا، كان في سينا على الحدود. على الحدود. هو كان حاسس بنفسه، يقول لك انا مش خايف ان انا استشهد ولا اي حاجه، بس انا خايف على والدتي بس ان هي تتعب من بعد، لان ماما كانت بتعزه جامد ان هو اصغر واحد فينا يعني. انا خايف عليها، بس انا مستشهد، انا مش خايف من الاستشهاد يعني. بس فكان تملي الحمد لله رحمه الله عليه. الحمد لله. لو رجعنا لك محمد ويعني وسالتك، هو دخل الجيش امتى؟ هو دخل الجيش بالظبط من حوالي سنه ونص، يعني بعد الثوره. بعد الثوره ان شاء الله. ويعتبر الدفعه الاولى بعد الثوره. طلع الدفعه الاولى بعد الثوره على طول. وراح الجيش وبعد كده بقى ايه، قعد اللي هي فتره التدريب اللي هي بتاعتهم 45 يوم دي، وبعد كده اتحول لسينا. كان جه كان ممكن بامكانه ان هو يعمل زي ناس كتيره هربان، بس هو رفض. رفض ان هو يهرب من الجيش. طب نسرين لو سألتك ايه يعني اول فتره بتاعت الجيش دي اللي هي فتره التدريب دي، بتبقى فتره صعبه قاسيه شويه. هو كان رد فعله ايه لما لا عادي يعني، كان مستحمل عادي، ما فيش اي حاجه خالص. يعني ما كانش متضايق من اللي بيحصل؟ لا ما كانش متضايق، لا خالص. بس هو طبعا زي عايز يجي وياخد اجازه ومش عارف الكلام من ده، بس كان بيجي عادي ومستمر عادي في الجيش بتاعه عادي. حتى وكان مهما اللي كان بيحصل دوه، فبيقول لي بيحصل ضرب، بيحصل حاجه، بس انا مش اقول له لو انت عايز تقعد، قال لي لا انا ما اقدرش اسيب وطني، انا بحامي عنه وبدافع عن وطني ومش عارف كده يعني. كان عنده حب الدفاع عن الوطن. سافرنا له فتره التدريب ده انا ووالدتي. رحت انت والحاج؟ ايوه الحاج. احكي لنا كده يا حاج، اول مره رحت له شفتيه في مركز التدريب بعد فتره، كان بقاله قد ايه تقريبا؟ 45 يوم. 45 يوم فتره طويله. رحنا كان كويس. كان فرحان ان هو ينزل. وانت كنت فرحان انت شفتيه طبعا؟ طبعا انا فرحان اني شفتوها. كان بيتصل بيكي يا حاجه بيطمن عليكي بالتليفون؟ كان باستمرار يتصل بيا على طول. على طول. كل ما يلاقي دايما هناك في سينا الشبكه تبقى معطله. الشبكه بتقع. بتبقى فاصله مثلا بالليل كده الساعه 10 11 كده يتصل بيا. انا كويس يا امي، الحمد لله وكده، وانا بطمن عليكي وكلمني يعني. والشهر اللي هو وهو قبل ما ينزل اجازه كان بيكلمني كل يوم. قبل الاجازه الاخيره؟ قبل الاجازه، قبل اخر اجازه. كان بيكلمني كل يوم. طب وانت عموما يا حاجه كنت بتبقى قلقان عليه ولا فتره الجيش بس هو ده اللي كان القلق الشديد؟ فتره الجيش. كنت دايما ابقى قلقان عليه فتره الجيش. ليه قلق؟ ليه القلق زاد في جنبه الجيش؟ قلبي كده. كنت ما بحبش ما نامش الا لما احط التليفون جنبي كده عشان اطمن عليه. بيقولوا قلب المؤمن دليله. ايوه. طب انت فاكره يا حاجه ايه المره اللي كلمك فيها وانت حسيت قلقت اكتر؟ قلقت اكتر الاجازه اللي فاتت دي، اللي هو الاجازه اخر اجازه. لا بيها اخر اجازه، لا اخر اجازه دي تسعد. ما تصلش عليا وتشيل انا مصطفى. يقول لها يا امي سامحيني لما انا كنت عليا الاجازه الاخيره دي لما سافرت. وصلنا انا ووالدتي تحت. ده في اخر اجازه. اخر اجازه. فوصلت انا ووالدتي تحت وزوجتي، فهو بيركب الموتوسيكل حضن قبل ما يركب المكنه بتاعتي، فحضن والدتي، فبيقول لها يا امي سامحيني، وكررها كذا مره وحضنها حضن. وبعدين جانب. ايه قال له وقف الموتوسيكل، راح موقف وراح نزل وراح زمني تاني كده، تاني مرتين تاني كده عليه. ما استغربتيش من اللي هو عمله يعني؟ لا بصيت له كده وسكت. هو ما جاليش فكره حاجه زي كده. كانت الفتره الاخيره دي، الاجازه الاخيره ده كان غريب.
كان غريب في كل حاجه. كنا احنا يعني مرات اخويا كانت مستغربه وانا مستغربه حتى لما كان بيجي عندي اعزمه علي حتى في الاكل بياكلوا بياكلوا مصطفى مش عايز ياكل مش يعطوا يعني مش يعطوا في حاجات تغيرت حاجات فيه. حتى مثلا ازعله مثلا في حاجه عادي ما فيش اي حاجه يخ... لا كان بيحب الخروج ما خرجش قاعد طول يعني في الاجازه دي قاعد معايا قاعد معايا كان قاعد قدام التلفزيون الكنبه دي والتلفزيون وقاعد معاك قاعد معانا ما بيخرجش عايز اقول له انت ما بتخرجش ليه ومش هتجي كان يشتغل معايا اللي هي الفتره بتاعت 3 4 ايام اللي انا حضرتك قلت لك ينزل عليهم. ينزل معاك الشغل ينزل معايا الشغل وبعد كده يجي اقول له يا مصطفى قال لي انا هنام شويه وهنزل وما ينزلش يقعد مالك يا ابني يقول لي لا انا عايز اقعد معاك طب قبل انا قعدته خالص قبل ما نوصل للاجازه الاخيره هو اول تجنيده لما جنت كان فين كان في القاهره ولا كان في سينا كان في اسكندريه كان في اسكندريه اللي هي فتره بعد الثوره دي كان موجود في الشارع اللي هو الطريق اللي هو اللي بيوصلك اسكندريه قال له وبعد كده لما احنا رحنا له في 45 يوم دوم هو كان فرحان بيقول لك انا هنزل الشارع اختاروني انا من ضمنهم انه كانوا ما بيختاروش اي حد بيقول لك بيختاروا يعني عشان هو جسمه كويس وكان رياضي وكان يعني كان وسيم شويه فكان بيضطرين عشان يشرف مثلا ايه الجيش المصري انه ينزل في الشارع هيتعامل فعايزين مش كنا واحد كويس طب كان بيحكي لكم على ايه اللي بيحصل في الشارع اللي بيشوفه من وجهه نظره بقى هو دلوقتي عسكري مجند وبيتعامل مع مدنيين في الشارع هل حكى لكم عن كده حضرتك كنت بتقولي ان كان بيحكي لك كتير حكى لك عن ايه اللي في الشارع كان بيحصل هو كان شايفه ازاي لا عادي يعني كان بيحمي البلد زي ما اي حد بيحمي على اللي بيحصل ساعه الثوره وكده ممكن فتش العربيات وتفتيش العربيات وكان فخور ان هو في الجيش في القوات المسلحه كان فخور يعني ان هو في الجيش وبيأدي خدمه للوطن ويفتش دايشه من بطاقته الشخصيه مش عارفه ايه كده كان الناس بتحييهم ان هم بتوع الجيش ساعه الثوره احسن حاجه كان فرحان بيها الفتره الاولانيه بعد الثوره كان فخور جدا ان هو في الجيش احسن حاجه كان فرحان بيها لما كان بيقابل الممثلين والممثلات احيانا لما كانوا بيوقفوهم ويفتشوهم كانوا يطلعوا ممثلين او ممثلات لعيب الكوره فتهم زي يعني يقول لك ببقى فرحان قوي ان انا بشوفهم وكانوا هم يردوا عليهم ويقولوا لهم شدوا حيلكم يا رجاله انتوا شبابنا وانتوا اللي هتقفوا معانا في خدمتنا كان بيبقى يجي فرحان ويقول لك انا النهارده مثلا يتصل بيا بالتليفون ويقول لي يا محمد انا قابلت الفلان الفلاني قابلت مش عارف مين وقال لي شد حيلك وكان بيوقف موتوسيكلات وبيطلع منهم حاجات بقى مش براشيم مطاوي كان بيقول لك انا اول مره اشوف حاجات دي موجوده في الموتوسيكلات في العربيات حاجات دي ما كانش يشوفها قبل كده ما يشوفهاش بصراحه ما كانش يعرفها خالص بيقول لي انا اول مره اشوفها واطلعها من قلب وكنت فخور وحاسس ان انا حاجه تاني وهو كان بيفتش كده العربيه وكان بيفتش الموتوسيكل كان بيقول لي كنت انا حاجه تاني حاسس ان انا بقبض على ناس مجرمين بقبض على حاجه تفهمني طيب الفتره اللي بعد كده اللي حصل فيها بعض الاحتكاكات ما بين الجيش والناس والمظاهرين هو كان موجود وقتها في اسكندريه ولا كان راح سينا لا هو بعديها على طول قعد فتره اللي هو اللي انا حضرتك قلت لك عليها اللي هو الاولانيه وبعد كده الامور هدت وبعد كده راح ايه حولوه لسينا وراح سينا ساعه رمضان اللي قبل اللي فات رمضان قبل اللي فات المشكله اللي حصلت اللي هي النقطه اللي اتضربت فيها في نقطه اتضربت على الحدود رمضان اللي قبل فات ومات فيها ايوه اللي هو مجندين مصريين 17 واحد كان لسه رايح هناك سينا يا دوب كان لسه رايح وبرده ما رفضش ما رفضش وبقى انا عارف وكله وقال له انت هتطلع فوق تقف في مكان الناس اللي اتضربت وكده كان خايف طبعا وكده وصل ركعتين استشهاد على نفسه وكده وبعد كده قالوا لا انت خليك انت لسه شويه هنطلع ناس بعديكم كده وبعد كده بدا طلع بقى على الحدود فوق وقفوا يعني طيب لو حكينا عن اوقاته اللي في سينا بقى هتقول لنا ايه يعني ايه اكتر حاجه كان بيحكي لكم عن سينا اللي بيحصل في سينا يعني بالذات ان كان في حادثه قبليها في 17 هو حضرتك بالنسبه اللي بيشوفهم هناك والتلفزيون كله عارف والدنيا كلها عارف اللي بالاحداث اللي بتحصل الموت اللي هو الحوادث اللي هي حصلت في رمضان الحوادث اللي بتحصل ما هو برضه بيسمع عنها بيسمع عنها بس كان بعيد عنها لا هو في سينا برضه لا يعني فكان يعني بيشوف الحاجات سينا من الصغير يعني الصغيره دي كبيره في في وسط سينا انت فاهمني طب الحاجات اللي كانت بتحصل دي كانت بتاثر عليه نفسيا لا والله يعني في سمعنا يعني ان في ناس كانت بتنزل اجازات وكانت بتهرب انا كنت بحكي له على اللي بيحصل والله ما كانش هل هو ما فكرش في الحكايه دي ان هو لا ابدا ده حتى والدتي قالت له يا مصطفى لو انت مش عايز تروح ما تروحش
عشان تخلى سابلة بدل ما يحصل حاجه ولا قال لا لا يا امي انا نفسي استشهد. انت كنت خايفه عليه قوي حاجه؟ كنت خايفه عليه من كل ما يحصل حاجه بتقطع. كل ما يحصل حاجه اسمها حاجه في سينا بقعد اتصل بيه واقعد اشوف الاخبار في سينا كده اقعد باستمرار قاعده قدام الاخبار كده عشان اسمع. يعني انت قاعده بتتابع الاخبار عشان الموضوع بس عشان مصطفى والتباين واشوف الاخبار البلد عامله ايه. طب انت بتتابع الاخبار دلوقتي يا حاجه برضه؟ ما زالت بتتابع بتشوفيه تدعي وبدعي له بدعي على زمايله كلهم ربنا يسترها عليهم يا رب ان شاء الله باذن الله يحافظ عليهم ربنا. طب لو سالنا بقى الاجازه الاخيره لان فيها كلام كتير الاجازه الاخيره حضرتك يا حاجه كنت بتقولي ان هو كان مختلف في الاجازه الاخيره عن اي اجازات قبل كده. انت حضرتك قلت ان هو ما كانش عايز يخرج وقعد جنبك وقعد ايوه ايه تاني كان مختلف فيه؟ قاعد في البيت ما بيخرجش وفي الاكل برضه اكله تضاعفت ما كانش بياكل احط له الاكل اقول له كل يا مصطفى يعمل لي كده الحمد لله يا ابني كنت ما اكلتش حاجه اقول الحمد لله. وقتها قلبك يا حاجه ما كانش حاسس بحاجه ولا قلبي ما حاسش بحاجه الا اليوم اللي هو استشهد فيه قبل ما يجيلك الخبر كنت برن عليه كل شويه هو رن عليا قال لي ان انا وصلت القطاع وهبيت وهصبح اطلع فوق ولما اطلع فوق ارن عليك قلت له طب يا حبيبي قلبي ده اتخطف ورحت معيطه وانت بتكلمي وانا بكلمه فهو قال لي في ايه قلت له لا ما فيش حاجه قال لي ايه ما تزعليش مني وسامحيني يا ام قلت له يا حبيبي انا مسامحك يا مصطفى ما فيش حاجه قال لي طب خلاص سلام بقى وانا هرن عليك الصبح لما اطلع قلت له طيب جه الصبح ما رنش عليا رحت ايه انا هرن عليه الاقي الموبايل مقفول كل شويه طول اليوم كل شويه ارن عليه الاقي الموبايل مقفول ارن على صاحبه الاقي الموبايل مقفول بس بقى ايه كان عندي بقى ايه ما اقدرش اقول لك بقى كنت تعبانه وطالعه نازله من فوق كده وحسب مش قلبي اتقبض قلبي مقبوض كده وحسب في حاجه تحصل حتى لما جابوا لي الخبر برضو اول ما قالوا ده العمده عايز الحاجه فوق حاولنا نداري عليها يعني بس هي راحت لنا رحت صرخت في البلكونه فقلنا لها يا امي لا ده عايزنا في موضوع تاني قال العمده موجود حست ان هو جاي عشان انا صوتت على طول في البلكونه صرخت له قلت له مصطفى جرى له حاجه قال له لا ما فيش حاجه قلت له مصطفى جرى له حاجه ورحت مصرخ لهم في البلكونه قبل هما ما يقولوا الخبر ربنا يصبرك يا حاجه يعني هو شهيد نحسبه شهيد عند ربنا الحمد لله ان شاء الله باذن الله وربنا يتقبله وتقبل كل زملائه اللي راحوا سواء في الحادثه دي او في الحوادث اللي قبل كده يعني الحمد لله يا رب حافظ عليهم كلهم. طب يا حاجه شعورك ايه بقى لما مصطفى وصل جه البلد هنا؟ شعوري ما اقدرش اقول لك مش مصدق ان ابني مات مش مصدق ان ابني استشهد اول لما شفته بس ما رضوش يوريه لي كنت عايزه تشوفيه كنت عايزه اشوفه ما رضوش يوريه لي الحمد لله. انت مؤمنه يا حاجه بالله وده قضاء ربنا عز وجل يعني وربنا بيختار من عباده الصالحين والشهداء يعني الحمد لله ده اختيار ربنا ما يعني قضاء ربنا لا نعترض عليه لا اعترض على حكمه هو عايز كده خلاص الحمد لله وهو في مكانه ومنزله يعني منزله كبيره وعاليه يعني الحمد لله ربنا يصبرك يا حاجه يا رب ان شاء الله باذن الله. محمد لو قصه استشهاده يعني الخبر لما جالكوا انت قلت كان مختلف في الفتره الاخيره وكان يعني حتى قلت لي ان في الشغل وقبل التسجيل قلت لي في الشغل زمايلك لاحظوا عليه حاجات غريبه زمايلي اللي هم كانوا شغالين معاه ومع بعضيه بيقولوا مصطفى ده كان بيضحك كتير اول مره يشوفوه عدته هو عامه بيضحك على طول بس كان زياده الضحك وكان يقولوا له ما اعرفش هو ليه كل شويه يقول لنا انا عايز استشهد انا ما اعرفش انا عايز ابقى شهيد ترددت الموضوع ده كذا مره وكذا يوم بعد يوم قلت له ماما قال هم قالوا لي كده طب يا جماعه وبعديها برضو بعد ما استشهد مصطفى قال لصاحب الشغل اللي عندنا بس كان ورايا انا الكلام ده بس عرفتش الا بعدين قال له يا عم حسن انا هستشهد المره الجايه هو كان حاسس بكده فبقول له ايه اللي انت بتقوله ده انت حاسس قال له انا حاسس ان انا هستشهد المره الجايه السفريه الجايه انا حسن لما جه عزاني وبتاع فقال لي كلمتين دول قال لي على فكره ايه اخوك كان بيطلبها ولقاها
سبحان الله وجات له. طب نسرين اتلقيت الخبر ازاي؟ خبر استشهاد مصطفى انا اصلا كنت قلقان عليه، كل ما يجي يسافر قلقان عليه، بفضل اتصل عليه باستمرار بالتليفونات زي ما ممكن لحد ما اطمن عليه وهو يتصل بيا، يتصل بماما وبعد كده يتصل بيا يقول لي انا وصلت وكده يعني. بس المره دي مش يعني كان هو قالها لي اخر مره يوم الاربعاء ما كان عندي قبل الحادثه بثلاث اربع ايام، فبيقول لي انا خايف وفي حاجه كبيره هتحصل بس مش عارف ايه هي، وما تقوليش مصطفى قالها. قلت له خير يا مصطفى انت خايف من ايه بس يا بابا كده؟ قال لي لا انا في حاجه هتحصل بس مش عارف ايه هي، بس انا هستشهد بس انا خايف على والدتي يعني. هو ما كانش خايف على حاجه، هو خايف ان اللي الصدمه بس. خايف من الصدمه دي، انا مش خايف من الاستشهاد بس خايف على والدتي عشان كانت بتخاف عليا. لان كان من اللي بيحصل كده، قال لي انا المره اللي فاتت كنت هستشهد وربنا ستر يعني، انا كنت هتضرب بالنار وما حصلش نصيب يعني. شاف الموت بعينيه، ناس ضربت عليه باستمرار، ناس ضربت عليه بس ما رضاش يتكلم معانا ان اسرار جيش وبتاع، الله اعلم. هو كان بيحكيش على حاجه بيحصل بس هو بيقول لك انا كنت فهو حضرتك بيقول لك انا شفت النار بايديا، شفت النار بايديا بس ما حصلش. بص يعني كده النار بيتضرب عليه وهو بيضرب النار. فكان هيستشهد فعلا المره اللي فاتت اللي قبل السفريه اللي هي قبل السفريه الاخيره يعني. قبل فهو شاف شاف الموت يعني، هو برده كان مصمم ان هو يسافر. يعني شوف بقى لما يكون واحد مثلا مصمم على حاجه وهو مثلا يعني هو كان فرحان كان بيخلص كان هيخلص شهر 3، كان هيخلص شهر 3 الجاي. هم كانوا المفروض يخلص في 6 بس هم كانوا هيسلموه بدري خلاص بدري، ان هو مثلا في عشان في سينا وكده يعني 6 شهور كان يخلص الجيش. انا هخلصكم بدري عشان انتوا في سينا وكده بتخلصوا بدري، وغير اللي دخل بعد الثوره يطلعوهم بدري. بس فهو كان بيجهز ورقه اصلا عشان هيستلم شهر كده، وسلم اوراقه وسلم كل حاجه، سلم حاجته. كان لا بيقولوا هات رقم اسم العمده بتاعك عنوانك بالظبط يعني التفاصيل العاديه يعني اللي هو عشان يبدا يجهز اجراءات اجراءات ان هو يطلع. لو احنا قلنا الخبر انت قلت لي الخبر جه العمده اللي هو جه العمده جالي بعت لي انا واخويا محمود، اخويا محمود دخل صحاني من النوم فبيقول لي تعالى العمده جاني. كان كنت انا وهو بقول له ليه في ايه؟ قال لي لا ده الموضوع شكله كده مصطفى العمده هيعوزنا في ايه، فتعالى كده بالراحه عشان والدتي ما تحسش باي حاجه. فانا نزلت بس هي طبعا احساسها ما زالت برضو يعني قلب الام، احساس قلب الام قلب الام. رحت للعمده كان قاعد في البيت اللي ورانا، فكلمته فقال لي الخبر، فهو قال لي الخبر كانت والدتي جايه من ورانا. في ايه يا محمد في ايه؟ اخوك جرى له حاجه؟ قلت له لا يا امي ده عايزنا في موضوع تاني بينا وبعضنا. قالت لا هيعوزكم في ايه؟ اخوك جرى له حاجه. طبعا بقى صوتت بقى وبتاع والعمده قال لي ساعتها انا يا محمد انا اخوك هيجي على الساعه 4 5 كده، يجي من ونيجي ندفنه وكده وهيسلموه عن طريق النقطه والكلام ده. فبعديها بساعه الراجل جه اتصل بيا وقال لي تعالى يا محمد، خدت رحت انا هناك واستلمت من الضابط اللي هو النقيب هيثم، خدت منه سلمني النقيب هيثم ده كان الضابط بتاعه، كان الضابط بتاعه صمم ان هو يجي وصمم ان هو كويس، صمم ان هو يجي يوصله. ما حدش كان كله كان اغلى اللي انا سمعته ان رفضوا خايفين يروح يوصله هيجيب واحد مستشهد لاهله، حاجه برضه تقلق، خايف من رد فعل الاهالي يعني الغضب برضه والزعل. هو من حب مصطفى ليه، بيحب مصطفى قوي، وهو مصطفى كان بيحكي لنا عنه انه راجل كويس، كان واقف معاهم وقفه كويسه، ما بيسيبهمش اجازات، كانهم بيقول لك كاننا جندي زينا بالظبط. انت شفت مصطفى؟ في ايه؟ يعني كشفت عليه شفته؟ فخالي سمير اللي هو اكبر من خلاني قال لي يا محمد في الجامع، قال لي يا محمد بص على ايه؟ على اخوك. فكنت انا وابن خالي واخويا، وكان جاي متكفن ومتغسل وكل حاجه جاهز يعني، كله جاهز. لا ما بغسلوش لا الشهيد لا يغسل يعني يكفن ببدلته بحاله كله يا دوبك بس الكفن، حتى الدم برضه اللي موجود فيه موجود زي ما هو، اذا كان تاثير دم او بتاع موجود زي ما هو، لان قالوا ان العربيه وقعت من 200 متر ونزلت. وفي تحقيقات مفترض شكلت لجنه التحقيقات عشان معرفه الاحداث يعني. فطبعا خالي قال لي اكشف عليه، فانا واخويا محمود ومصطفى ابن خالي بصينا عليه، فلقينا الحمد لله هو يعني، على اساس ان هو ممكن يقول لك ممكن يبقى واحد تاني. فبصينا لقينا هو
كان وشه منور والله سبحان الله شهيد الله. واحنا كنت هدخله التربه في القبر في القبر. زمايلي رفضوا شدوني وشد اخويا محمود كان ناويين ان هو نخش انا وهو وننزله القبر. ابن خالي مصطفى دخل هو وشيخ جنبينا كده اسمه الشيخ مخلوف دخلوا وشافوه وكشفوا عنه وفكوا عنه البتاع بيقولوا بسم الله ما شاء الله كان وشه منور جدا وبيضحك حتى اسنانه باين بتضحك واحد بيضحك اول مره اشوفه مصطفى بيضحك الضحكه دي وكان بيبص قدامه بس بيقول لك بيبص على منزلته سبحان الله نحسبه عند الله شهيد ان شاء الله باذن الله. يعني لو اتكلمنا بقى عن جزء مهم وهي اهتمام الدوله سواء بقى وزاره الداخليه وزاره الدفاع الحكومه بالشهيد مصطفى. يعني قيل ان المحافظ مستشار ماهر بيبر صرف 8000 جنيه للاسره. هسال نسرين الخبر ده حقيقي؟ ده حصل بالفعل؟ جه مع حضر العزاء وعطى لوالدتي ظرفين وكده وعزنا يعني وكده. طيب هو عطاله ظرف في 5000 والتامينات عطتنا ظرف في 3000. طيب هو الظرفين ما هو عطل. جميل. بعيدا عن الظرفين ده هل حدث اي شيء اخر من قبل وزاره الداخليه او وزاره الدفاع والحكومه ليكوا كاهالي المصطفى؟ يعني حصل اي حاجه؟ حد جه قابلكوا؟ حد عزاكوا؟ يعني اي شكل من الاشكال؟ ما فيش اللي غير هيثم، غير النقيب هيثم اللي جه معاه. النقيب هيثم اللي جه وجالي شكل شخصي يعني. وجالي تاني برضه، جالي تاني علشان يسلمني بيقول لك يعني هو كان مبالغ ان هو بالنسبه لمصاريف الدفن قانوني بيتعمل للضابط وللعسكر وللواء حاجه يعني جنازة عسكرية يعني. لا حاجه رمزيه بالنسبه لمصاريف الدفن كان يعني جايب لي يعني مبلغ لا يذكر يعني. فبيقول لي انا مكسوف منك يا محمد بس انا عشان لما قعدت معاك وعرفتك انت اخويا الكبير وكده فهو صغير يعني هيثم ده صغير الضابط هيثم. فبصراحه ربنا يعني كان جاي وكان محروق من المبلغ اللي هو كان جايبينه. غير كده ما حصلش حاجه. ما حصلش حاجه خالص. ما فيش اللي هو واحد من الحريه والعداله استاذ بدر بصراحه. حزب الحريه والعداله. حزب الحريه والعداله جم بصراحه ربنا يعني ناس كويسين جدا جدا. الراجل جاي كان معانا في الدفنه كمان. انا ما كنتش اعرفه. لقيت واحد بيواسيني بعد ما دفننا مصطفى وحضنني وبيقول لي نحتسب عند الله شهيد. فانا متهيألي ان انا كنت شايفه قبل كده فقالوا لي ده الراجل ده من حريه العداله وبتاع. طيب جالي بعديه على طول بصراحه كان جايب مبلغ كده صغير مبلغ يعني عطاه لوالدتي وقال لها ده مبلغ يعني جميل. انما غير ده مفيش حاجه تانية مفيش لا بشكل او باخر. طب هل انتوا حاسين ان يعني ان اللي حصل مع مصطفى في الاخر راح شهيد الواجب وفي الاخر هو بقيت رد زمايله؟ هل هناك تقصير من الحكومه تجاههم؟ اكيد ام لا؟ اكيد. العربيه اللي هي اللي راكبه العربيه اللي هي المحطوطه دي الكل بيقول مش المفروض العربيه دي تتشال 48 ولا 47 يتحط في العربيه دي؟ كله بيقول حتى هم الضباط نفسها ولا اللواءات بتاعتهم بيقولوا لا ما ينفعش. يعني مثلا ايه يعني لو حطينا مثلا 20 واحد يروحوا ويجوا ويستنوا 20 التانيين ايه يعني كان هيحصل ايه يعني مثلا لما 20 يروحوا يحصل في تقريبا لازم يبقى في تاثير لازم. نسرين حلم مصطفى كان ايه؟ كان نفسه يبقى ايه؟ حلم مصطفى كان نفسه اول ما يخلص جيش ان شاء الله يسافر ويكون مستقبله زي اي شاب عايز يكون مستقبله وعايز يعمل مشروع وعايز يشتغل. بس ده كان يعني ده امنيته بقى. بيقول لي كان مصدق اخلص الجيش اشوف. انا بقول له يا مصطفى ده بيقول عاملين في البنك مش عارفه ايه ان مثلا اي شاب مثلا ياخد فلوس يعمل مشروع اللي منزلها اللي هي الحريه والعداله والجمال بتاع الرئيس مرسي مسك يعني. فعاملين زي قرض كده مثلا للشباب وبعد 5 سنين بيدفع. قال لي بتتكلمي جد؟ قلت له والله. قال لي خلاص انا لما اخلص الجيش هعمل القرض ده وهعمل مشروع عشان اقدر اشتغل منه واقدر اتجوز منه واعيش. هو يعني لعله الان في مكان افضل. هو كان يعني عنده طموح يعني ان هو يشتغل ويسافر ويعمل ويعمل مشاريع وكده لكن ما خلاص. بس هي دي في الايام الاولانيه كان بيكلمني في الطموح دي. جت الايام الاخيره ما جابليش سر عنها خالص. كان بيتكلم على فكره الاستشهاد بس. هو كان على فكره الاستشهاد قبل كده. هو كان خايف بس على والدتي. من الصدمه بس. حاجه لو قلت لك تحب تقول ايه للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه؟ اقول ايه؟
شوفي عايزه تقولي له ايه؟ تقولي له هو اكيد يعني والله يعينه، رساله منك، دعوه، طلب، والله يقوي ربنا علينا، يقوي ربنا علينا. انت شايفه شيله تقيله يا حاجه؟ ايوه شيله تقيله عليه، تقيله عليه قوي، ربنا يقوي علينا. ورايك في اللي بيحصل اليومين دولت يا حاجه؟ الشد والجذب والكلام والدستور، ربنا يسترها ويقوي علينا ويقوي الناس كلها علينا. طيب محمد اسمع منك كلمه اخيره، رساله تحب توجهها لمين وتقول ايه؟ رساله اوجهها اللي قاعدين في شمال سينا، لا يروح ويستشهد، وزي اخويا مصطفى، اخويا مصطفى راح وكان نفسه يستشهد في البلد عشان كان خايف على البلد وكان واقف في حرس البلد. فهو اي حد او اي شاب يطلع لسينا ما يخافش، يروح كراجل، ولو استشهد يبقى ده بكرم من عند ربنا سبحانه وتعالى. بس بتمنى يعني ان الامور تبقى في مصر تبقى احسن من كده. الامور في مصر مش كويسه، بس هنعمل ايه؟ رايك ايه في الخناقه اللي على الدستور دلوقتي؟ والله انا يعني بصراحه ربنا المفروض يعني مش عارف ليه ليه الخناقات دي، وليه الكلام اللي هما بيتقال اليمين وشمال ده، انا مش عارف. انا المفروض يعني انا حطيت خلاص، حطينا دستور، هو حطوا دستور اساسا صح، حطوا مسوده اوليه، مسوده يعني الاولانيه حاجه كده اوليه بس في الاول الناس بتناقش حواليها، وبعد كده الناس وبعد كده حصلت المشكله بينهم بعضهم صح. طب ليه في ايه؟ هو انا سامع كمان ان بالنسبه لل في الدستور في قانون في الدستور للشهيد، هل هو ده موجود ولا لا؟ انا ده يهمني القانون ده، ان للشهيد لازم يقربوا الشهيد، ليه تكريمه وليه حقه، ليه تكريمه وليه حقه، ان هو معلش برضه الام دي اتربت وتعبت وفي الاخر راحت تسلمه لهم لحد هناك عشان خاطر البلد، وفي الاخر ما حدش يكرمه. طيب نسرين لو عايزه توجهي رساله لمين وتقول ايه؟ هو عايز اقول لكل الشباب ما حدش يخاف من اللي بيحصل ده، لان يعني اكيد طبعا كل الشباب خايفه من اللي بيروح سينا ويرجع بيموت ولا حاجه، لا ما يخافوش. وتقول ايه عن الوطن؟ ايه للحكومه؟ ايه للحكومه؟ قال الرئيس يعني الله يعينك علينا وربنا ييسرها ان شاء الله، ويهتموا قد كده، يهتموا بالجنود شويه، يكون في اهتمام. احنا محتاجين منك حاجه، دعوه اخيره كده تدعي لنا تدعي لمصطفى ربنا يرحمه ويرحمه. يا رب يرحمه يا رب، قلبي ورب راضيين عليك يا مصطفى، قلبي ورب راضيين عليك يا حبيبي، ربنا يرحمه يا رب ان شاء الله باذن الله. يعني الى هنا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من منزل الشهيد مصطفى عزمي عبد العظيم الذي سقط شهيدا مع زملاء له في سيناء في عربه سقطت من على بعد حوالي 200 متر ليسقط شهيدا وسط زملائه. أهله يعزونه ومصر كلها تعزي كل الشهداء، شهداء مصر شهداء الواجب. شكرا لكم وإلى اللقاء.